بعد تصنيف حركتي الماك ورشاد كمنظمتين إرهابيتين ومن أجل مواصلة استئصال جزرهم نهائياً. متابعات ومحاكمات قضائية تنتظر كل شخص له صلة باتصال مباشر أو غير مباشر مع هذه الكيانات. المشرع الجزائري صنف حركة الماك وحركة الرشاد الإرهابيتين، وجميع الأشخاص الذين ينتمون إلى هاتين الحركتين فهي يعاقبوا على أساس جناية وليس جنحة، وهذا العقاب تكون محاكم خاصة هي محكمة الجنايات. تهم عديدة وخطيرة تنتظر كل شخص يشتبه في انتمائه لهاتين الحركتين الإرهابيتين. المسعى القانوني لمحاربة كل من يشيد ويمدح ويتباهى بالأفعال الإرهابية وينتمي إليها ويحاول زعزعة أمن واستقرار الجزائر سيكون مآله السجن.